بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات متابعي تلفزيون دولة الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته السامية وحضوره حفل تكريم كوكبة من المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2016-2017، وذلك في تمام الساعة 10:30 من صباح هذا اليوم الأربعاء على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة الشويخ. لا شك أن للتعليم دور كبير، وإن الرعاية الكريمة من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ما هي إلا دليل على اهتمام سموه المتنامي ودعمه لمسيرة التعليم ولمكانة المعلم، حيث يرعى سموه هذا الاحتفال اليوم وهذه الاحتفالية باليوم العالمي لتكريم المعلم في يوم تقدر فيه الجهود التي بذلت من أجل هذا التميز وهذا العطاء من أجل الكويت، حيث تولي وزارة التربية في كل عام اهتماما كبيرا بالمعلم، وذلك من خلال تشجيعهم وتحفيزهم وتكريمهم لما يمثله من أهمية كبرى في صناعة الأمم والنشأ وتقدمنا وحضارتنا العلمية. وفي ضوء الرسالة السامية المتمثلة بإعداد الثروة البشرية من المعرفة التي تفي باحتياجات التعليم وسوق العمل وتواكب متطلبات العصر الحديث من خلال الجودة في التعليم والارتقاء في خدمة المجتمع. هكذا أيها الإخوة والأخوات، تسعى وزارة التربية في كل عام وطوال مسيرتها إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق التميز بأدائها وعملها للانطلاق نحو بناء المستقبل ونهضة الوطن. إن الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تمثل علامة مضيئة على طريق التميز الذي ينشده الجميع. وبلا شك بأننا عندما نكرم المعلم فلا شك أن هذه الرسالة في رسالة التعليم السامية نتخذها من معلمنا الأول حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، الذي يحمل دائما رسالة سامية، وهو خير مثال لنا جميعا. اليوم نسعى من أجل خدمة الكويت، نسعى إلى نهضتها من خلال التعليم ومن خلال رفعة الأمم. إن سمو الأمير يحرص دائما في كل عام بحضوره على تكريم المعلمين ودعمه المتواصل من سموه حفظه الله ورعاه، هو خير دليل على مباركته المستمرة وتشجيعه الدائم من أجل تحقيق الغايات الاستراتيجية الكبرى.
والتي بلا شك تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وكما تشاهدون أيها الإخوة والأخوات، في هذا النقل الحي والمباشر من مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في منطقة الشويخ، حيث تتشرف وزارة التربية اليوم بتكريم صفوة معلميها في احتفالية كبيرة تشهدها الأسرة التربوية وتنتظرها بكل شوق في كل عام، بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه اليوم، واضعين نصب أعينهم البذل والعطاء لهذا الوطن المعطاء، رافعين شعار التفوق رمزا لمسيرتهم التعليمية، متسلحين بإرادة العطاء والإبداع، حاملين معهم راية العلم لرفعة وطننا الغالي الكويت. أيها الإخوة والأخوات متابعي تلفزيون دولة الكويت، إن هذه الرعاية السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هي اللمحة التي حملت معها كل معاني التقدير من القيادة الحكيمة، وهي خير دليل على أهمية التعليم وكذلك دور المعلم ومكانته اليوم وما يحظى به أبناء هذا الوطن من اهتمام سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن قرب. لا شك أن ذلك يهيئ للكويت أن تكون في الصدارة مع الدول التي تولي للتعليم أهمية كبرى، وذلك لأجل أجيال متسلحة بالعلم وكذلك لمواجهة التحديات وبناء الوطن. وتأتي بلا شك تعبيرا عن إرادة وطنية وسياسة حكيمة جسدتها الدولة بتوجيه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. أيها الإخوة والأخوات، كما تشاهدون في هذا النقل الحي والمباشر، بعد لحظات سوف يصل موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من أجل تكريم ثلة وكوكبة من المعلمين والمعلمات في هذا اليوم للعام 2016-2017. اليوم ونحن عندما ننظر إلى مهنة التعليم فلا شك أن لهذه المهنة دور سامي ودور كبير. دائما ما كنا نقول بأن معظم المهن تقدم جلوسا، بينما مهنة التعليم هذه المهنة السامية التي يفني فيها المعلم وقته وجهده ويقدم مهنته وقوفا، فلذلك نستذكر هذه الأبيات التي تقول: قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. اليوم الأسرة التربوية اجتمعت من أجل هذا التكريم
والذي يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بأن يكون في كل عام يولي اهتماما، في كل عام يكون في الصدارة لتكريم المعلمين، لما للمعلم من دور وأهمية كبرى في صناعة الأجيال. المعلم يصنع المهندس، المعلم يصنع الطبيب، المعلم يصنع جميع المهن. للمعلم دور كبير، وعلينا دائما وأبدا كأولياء أمور أن كما نلاحظ في هذا البث الحي والمباشر أيها الإخوة والأخوات، موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه يصل الآن إلى مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة الشويخ، حيث يشمل برعايته السامية حفل تكريم كوكبة من المعلمين والمعلمات سمو الأمير. في كل عام يولي أهمية كبرى لأبنائه، ويحرص دائما وأبدا على أن يكون في كل حفل يكرم فيه أبناء هذا الوطن. الآن سوف تنطلق فعاليات اليوم العالمي لتكريم المعلم، وكما تشاهدون أيها الإخوة والأخوات القيادات التربوية، وفي مقدمة مستقبلي سموه معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، وقيادات وزارة التربية التي تصافح سموه في هذا اليوم. مصافحة أبوية لأبناء هذا الوطن وللمعلمين والمعلمات الذين هم الآن في استقبال سموه. سمو الأمير الآن يصل إلى مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة الشويخ، ويستقبل بكل حفاوة وترحيب لانطلاق هذه الاحتفالية، محيا سموه الجموع ولحظات، ويعزف السلام الوطني إذانا بانطلاق حفل تكريم كوكبة المعلمين والمعلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب السمو والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يطيب لنا في ذكرى عيد المعلم أن نسطر أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لكل معلم ومعلمة ممن أخلصوا عملهم وأجهدوا أنفسهم وضحوا براحتهم في سبيل تعليم أبنائنا سبل العلم وأدوات المعرفة، فأناروا العقول وأصقلوا المواهب وشدوا الهمم والسواعد وسلحوا أبناءنا بسلاح العلم واليقين. حضرة صاحب السمو، في يوم عيد المعلم، في يوم عيدك أيها المعلم وأيتها المعلمة، كواكب العلم النيرة وشموس المعرفة المشرقة وأقمار الحكمة المضيئة، مربو الأجيال وملهمو الشعراء وصانعو قادة المستقبل الذين هم فخر الكويت وسبيل ازدهارها، في يومكم هذا كنا نريد أن نصنع لكم بقلوبنا كل يوم عيدا، إلا أنه تعجز الحروف وتصعب الكلمات، فما من عبارات مدح ولا قصائد شكر تفي المعلم حقه، وكيف نفي حق من يغرس القيم في النفوس والآداب في الصدور والأخلاق في السلوك والوجدان الإنساني في القلوب. إن المعلم، وكلنا يعلم ذلك، هو حامل أعظم رسالة متمثلا بأعظم خلق، خلق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي حثنا على حفظ قيمة المعلم وفضله في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. حضرة صاحب السمو، إننا ونحن نشهد حضوركم الكريم حفظكم الله ورعاكم لحفل تكريم المعلمين والمعلمات الذين أزغت نجوم إبداعهم في سماء الإنجاز والتميز، نشعر بالفخر والاعتزاز وأنتم تشاهدون هذه الكوكبة من أبناء الكويت، فكيف حفظكم الله ورعاكم بأنكم قررتم أن لا يمر هذا اليوم المميز إلا لكم فيه بصمة راسخة وموقف مميز وذكرى عظيمة، بأن تفضلتم وقررتم أن تلقوا كلمة تاريخية لأبنائكم المعلمين وبناتكم المعلمات، فيا له من شرف عظيم ويا لها من رسالة خالدة سترسخ في أذهان الجميع
والآن يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمته التاريخية لأبنائه المعلمين والمعلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أصحاب المعالي والسعادة، أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، يسعدني أن أشارككم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، وأن أكون بينكم أبنائي وبناتي في هذا اليوم الذي هو يومكم، يوم المعلم الكويتي الذي نكن له كل احترام وتقدير وإجلال، فهو المعلم الذي علم أبنائي وأحفادي وأبنائنا وبناتنا، وأفضاله علينا عظيمة لا تنسى، والتي ستظل معنا مستمرة تلازمنا طوال حياتنا، وأننا لعلى ثقة بأنكم أهلا لتحملوا هذه المسؤولية الكبيرة، وبأنكم تبذلون قصارى جهدكم للمضي قدما في مسيرتنا التعليمية والنهوض بها ومتابعة كل ما هو جديد في ميادين التطور العلمي، لا سيما ونحن في عصر التكنولوجيا والعلماء. إننا نتطلع إلى مزيد من التركيز والاهتمام بنوعية التعليم، وإلى أن تكون مخرجاته انعكاسا واستجابة لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته. وأنتم أيها المعلمون والمعلمات لكم الدور البارز في إثراء هذه المخرجات لتتواكب مع متطلبات التنمية وطموحاتها، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في وطننا العزيز. وأنه ليسرني هذا اليوم أن أجدد التكريم لمعلمينا ومعلماتنا ممن استحقوا ذلك عن جدارة لما قدموه من عطاء مقدر في الحفل التربوي، مستذكرين بهذه المناسبة بكل العرفان والتقدير رواد التعليم في بلدنا العزيز، أصحاب الأيادي البيضاء في دعم المسيرة التربوية منذ انطلاقها، والذين لا يمكنون نسيان أفضالهم، حافظين لهم مكانتهم وعطائهم المميز في تعزيز مسيرتنا التربوية. وفقنا الله جميعا لخدمة وطننا العزيز ورفعة شأنه، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وحفظ معلمينا ومعلماتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه
لإلقائه هذه الكلمة التاريخية لأبنائه المعلمين. إن قيمة المعلم وفضله تتبع قيمة سمو رسالته وعظيم مهنته، فهو المعد للأجيال إعدادا علميا ووطنيا، تلك الأجيال التي هي سبيل التطور وهدف التطور وامتداد الأمة وسبيل نهضتها ورقيها. فإلى من كانت إشراقتهم مضيئة لأمتنا، إلى ينابيع الحكمة، إلى شعلة المعرفة المتقدة على الدوام أينما حلوا وأينما ارتحلوا، إليكم منا كل امتنان وكل تقدير، وهنيئا لكم هذا العطاء، هنيئا لكم يومكم هذا. الآن مع كلمة معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور حامد العازمي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله، معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأخوة والأخوات المكرمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتشريفه هذا الحفل الكريم تكريما لأبنائه المعلمين وبناته المعلمات، وفي ذلك دلالة على مدى ما يكنه صاحب السمو لأبنائه وبناته من حب وتقدير لما يبذلونه من جهد وعمل مخلص لتنشئة جيل قادر على بناء وطنه ورفعة شأنه. فلكم يا صاحب السمو الشكر والتقدير على هذه الرعاية الكريمة. الحضور الكريم، لقد خص الله سبحانه وتعالى العلماء في عن غيرهم في كتابه الكريم القائل فيه سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما ذلك إلا لفضل العلم على الجهل. وها هو سيد المرسلين قد امتثل لأمر ربه بعد أن أنزل الله عليه سورة القلم إعجازا وتعظيما لشأنه، فكان خير معلم وهدى الله به الناس من الضلالة، وقد أمر أمته بالعلم فقال عليه السلام: إن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقال كذلك: تعلموا العلم من المهدي إلى اللحد. وجعل الله الإنسان هو القيم على الأرض للانتفاع بخبراتها وثرواتها وطاقاتها، وخص العقل والجهد الإنساني المتمثل بالعلم وعمل الاستفادة من خيرات الأرض، وفي ذلك حكمة إلهية الهدف منها تكريم الإنسان وتمييزه عن غيره من المخلوقات. صاحب السمو، إن مهنة التعليم تعتبر من أسمى المهن الإنسانية التي عرفها التاريخ، وهي مهنة أفضل الخلق وهم الأنبياء والمرسلون الذين علموا البشرية قيم الإيمان والحق والعدل، وقد رفع الله سبحانه وتعالى أصحابها بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمعلمون هم صناع الحضارات الأمم بما يغرسونه في أبنائهم من علوم شتى ومعارف متنوعة، ويرسمون لهم طريق المستقبل. فمهنة التعليم من أشرف المهن، وفي ذلك يقول الشاعر: أعلمت أشرف وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. أيها الحفل الكريم، تحمل وزارة التربية على عاتقها الحداثة والتطور في إعداد أجيال المستقبل من خلال إعداد المعلم وتهيئته بالوسائل الحديثة من الدورات التدريبية على أحدث طرق التدريس، وإفاد أفضل المعلمين لينهلوا من تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم، وأخذ ما يوافق ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا وعادتنا الأصيلة وما يناسب المجتمع الكويتي. ولا شك أن الحاجة تتعاظم في تطوير وتنمية قدرات المعلم لتصبح مواكبة للتسارع الحادث والتطوير المستمر في مناهجنا الدراسية، وليكون المعلم مطلعا على الجديد والحديث في مجال الثروة المعرفية والتقنية والمستجدات المتسارعة في مجال استراتيجيات التعليم. وفي سبيل ذلك قامت الوزارة بدور رائد في مجال التنمية المهنية للمعلم، حيث أدرجت ذلك ضمن خططها ومشاريعها الأساسية. إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات، المعلمون هم نبراس هذه الحياة، وهم من أفاء الله عليهم بنوره فأضاء الحضارات نورا ووهجا. هم ينابيع المعرفة، هم العطاء والإيثار، هم بناء الأجيال الصاعدة.
فهنيئا لكم هذا اليوم الأغر الذي يحتفل فيه العالم إقرارا بفضلكم واعتزازا بجهدكم الرائع وتقديرا لما تحملتموه من عناء ومشقة. إن تكريمكم اليوم لهو فخر تحملونه في قلوبكم ووسام تضعونه على صدوركم، فما أجمل ما تروا ثمرة عملكم وجهدكم في طبيب يرسم ابتسامات الأمل على وجوه مرضاه، وجندي يحمي وطنه بما غرستموه فيه من قيم الولاء والانتماء، ومهندس رأى في معلمه حسن التخطيط والتنظيم لدرسه فاقتدى به، وفي كاتب أعجبته كلمات مدرسه المنظومة كعقد اللؤلؤ شعرا وأدبا ونثرا، فسار على دربه، فلكم من الله الجزاء ومن الثناء والتحية والتقدير. سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظك الله ورعاك، اسمحوا لي أن أتقدم لسموكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني قيادي وزارة التربية ومعلميها ومعلماتها بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على رعايتكم السامية وحضوركم الكريم هذا الحفل، مثمنا دور سموكم الكبير في دعم مسيرة التعليم، معاهدين سموكم على السير بناء على توجيهاتكم السامية في تطوير التعليم ونظمه ومناهجه، وعزة ورفعة شأن وطننا تحت قيادتكم الكريمة مساندة سمو ولي عهدكم الأمين حفظكم الله ذخرا لهذا الوطن العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي على هذه الكلمة. حضرة صاحب السمو، إن شرف الوقوف أمام سموكم هو غاية أمان أبنائكم وبناتكم المعلمين والمعلمات الذين تميزوا وسهروا وجدوا واجتهدوا ليرفعوا اسم الكويت عاليا وليكونوا مشاعل النور التي تضيء درب الأجيال القادمة لنهضة الكويت ورفعتها، وتحقيقا لإرشادات سموكم في تثقيف الأجيال ودعم مسيرة العلم والتعلم. الآن نترككم مع كلمة المكرمين وتلقيها نيابة عنهم الأستاذة سعاد حمد السهيل مديرة ثانوية الفروانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب السمو والمعالي والشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الدكتور حامد محمد العازمي، الضيوف الكرام، الأخوة والأخوات المكرمين، أيها الحفل الكريم، في فرحة موسمة بالصفاء نزهو بوشاح البهجة والأمل، فتنتشي معها ذواتنا وتطال نفوسنا عنان السماء فخرا واعتزازا بحمل رسالة العلم. إن من دواعي سروري أن أتحدث من هذا المنبر ممثلة لأخواني وأخواتي من المكرمين والمكرمات، وإنه لشرف كبير بأن يحظى هذا الاحتفال السنوي الذي تقيمه وزارة التربية برعاية سامية من معلمنا القائد الحكيم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، والذي نعتبره أرقى وسام وأعظم تقدير، فما أجمل اللحظات التي تجتمع فيها ثمرة العطاء المخلص مع أسمى تكريم من سموكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، اليوم يقف أمامكم يا سمو الأمير الوالد الحكيم كوكبة متميزة من المعلمين رسل العلم وحملة الأمانة قدموا إخلاصهم واجتهادهم ليقطفوا ثمرة هذا المشهد الكبير، وهو تكريم سموكم لهم ودعمكم اللامحدود لرفعة شأنهم، وهم يعاهدون سموكم على المضي قدما نحو أداء رسالتهم على أكمل وجه بإعداد جيل المستقبل
مواجها التحديات بالعلم والتكنولوجيا لتحقيق رؤية سموكم بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا مستلهمين من سموكم الإخلاص في العطاء والحكمة في القول والصدق في الأفعال. سمو الأمير الوالد القائد حفظكم الله ورعاكم، بلسان كل معلم يستحق وقفة إجلال وتقدير، نقدم لكم عهدا وميثاقا بأن نكون جميعا للكويت ولاء وانتماء وعطاء، مؤكدين حرصنا على غرس ذلك وتعزيزه في نفوس أبنائنا وأجيالنا الصاعدة. إخواني المكرمين والمكرمات، في يومكم هذا دعوني بالنيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي أن أتوجه بالشكر الجزيل وعميق الامتنان في المقام الأول لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ونثمن حضوره الكريم، ونتوجه بالشكر الوافر إلى الصرح العملاق وزارة التربية وعلى رأسها معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي وجميع القيادات التربوية والإدارية، والتي لا تألو جهدا في توفير المناخ التربوي وأعداد الكوادر من المعلمين. والشكر موصول لجميع اللجان التي ساهمت في الإعداد والتنظيم لهذا الحفل. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظك الله ورعاك، السادة الحضور الكرام، نسأل الله عز وجل أن يكلل جهودكم ومساعيكم بالتوفيق والسداد لما فيه خير العلم والتعليم وخير كويتنا الحبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير يبا. صبحك الله بالخير يبا. صبحكم الله بالخير جميعا. هلا هلا يا نور هالديرة، هلا يا يبا، هلا يا طيب السيرة، هلا بالقائد الإنسان، يا هلا بالنوخذ الربان، هلا يا أميرنا الغالي، هلا يا سورنا العالي، صباح الأحمد الجابر أبونا كلنا مو بس أبو ناصر، أنت القدوة والنبراس يا يبا، أنت وسط العين، لا 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 فوق الراس يبا، ضحكتك تعني حياة والله ما لنا عنك غنى، أنت صمام الأمان يا كبير بهالزمان، اليوم اليوم تشريفك وسام للتربية والعلم يعطي اهتمام، المعلم مهنة عظيمة رسالة سامية معنى وقيمة، تبني أجيال بهمم لين توصل للقمم، المعلم واجهة نور وسلام يستحق تقدير منا واحترام، كم تحمل تعب وهموم وعنا، والله ثم والله ثم والله يستاهل كل شكر وثنى، ودام هذا اليوم تكريم المعلم يبا جيتك أكبر شرف والله ونقسم، المعلم المعلم هو أساس لكل حضارة، في عطاء صار للعالم منارة، يا يبا المعلم تربية وعلم وقيم ترتقي فيه الدول منذ القدم، المعلم المعلم أولى خطوات الصلاح والتفوق والتميز والنجاح، للوطن مخلص ووافي في عهوده ولازم نحييه ونقدر جهوده، شكرا شكرا من القلب لك هذه تحية، والجزا الأوفى طبعا من رب البرية، يبا ممكن نستأذنك؟ نطلب من معلمينا وكل الحضور رفعوا ايدكم فوق، يا ذرى الكويت يا الحر الاصيل،
ندعي الله يا عسى عمرك طويل، يا صباح الخير يا عز البلد، تحت أمرك كلنا وهذا عهد. أستاذي، من هو صاحب الفضل بنجاحك المهني والشخصي؟ من هو؟ بعد الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل؟ وايد. الطفل اليوم شلون يتعلم دروس الحياة؟ يتعلم من أمه، يكون سمح وحنون وقلبه كبير. يتعلم من أبوه يكون صلب مثله بالحياة، وعقب الله سبحانه وتعالى يعتمد على نفسه. من ربعه يتعلم أن الاختلاف شيء طبيعي بين البشر، لكن مو شرط يوصل للخلاف. الرياضة، الرياضة تعلم أن المنافسة الشريفة مهي بالضرورة تصير خصومة، بس في شخص واحد يختصر كل هالدروس، المعلم. المعلم اللي يعلم ويربي، وكلمته دوم: يا عيالي اكبروا بس لا تكبرون، اعلوا بس لا تعالون. والأهم قناعته بأن التربية والتعليم إخوة، ولازم يظلون متلازمين مع بعض مثل الجسد والعقل. التربية بدون تعليم جسد معطوب، والتعليم بدون تربية عقل مسلوب. وعلشان كذي أقول: بعد الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل في نجاحي معلمي. علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. We'll be right back.
الآن أدعو المكرمين والمكرمات إلى الصعود على المسرح. حضرة صاحب السمو، في عيدهم تضاعفت فرحتهم وابتهجت نفوسهم وتهللت أساريرهم ووجدوا سعادة القلب وسكينة النفس وراحة البال وقرة العين وانشراح الصدر، وحق لهم ذلك، فقائد الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هنا يشملهم برعايته ويكلل جهودهم ويثمن رسالتهم ويختم بالتتويج عاما قضوه في بناء الفكر وبناء الأفكار وبناء وجدان أبنائنا وبناتنا في المدارس. جاء سمو الأمير متفضلا بالحضور السامي لنرى ترجمانا حيا لقيمة العلم وعظمة العلماء، ولنرى تفسيرا حيا بيننا لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جاء سمو الأمير حفظه الله ورعاه لنرى شرحا وافيا لقول شوقي: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، وطبعته بيد المعلم تارة صدي الحديد وتارة مصقولا. فلترتفع هاماتكم معلمينا شرفا ولتحلق أعناقكم في السماء تيها وفخرا، فمن مثلكم في عيدكم، ومن مثلكم في شرف رسالتكم، ومن مثلكم في الحفاوة والتكريم. ولا ننسى التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وتأكيد سموه المتواصل على تطوير التعليم وبناء الأفكار والاستفادة من تجارب العالم المتقدم وخبراته، والهدف من ذلك كما حدده سموه بناء جيل جديد من أبناء الكويت محب للوطن مبدع في عمله قادر على بناء مستقبل واعد مؤمن بعمله ومتمسك بثوابت أمته. وأهمس أخواني المعلمين في آذانكم بأن الكويت هذه الأرض الطيبة كانت ولا زالت دار أهل العلم ودار أهل التعليم، وتلبس أهل التعليم وتقدرهم وتشملهم بكرمها، ومن ثم فإن رد الجميل، وأنتم أهل لذلك بأن تقابلوا هذا الجهد بجهد مضاعف، فأنتم في عيون أبنائنا قدوة طيبة بسلوككم وروادا قادرين بعطائكم وحرصكم على نهضة الكويت الغالية. فجودوا بجهدكم أكثر وأكثر، وابذلوا علمكم أغزر وأغزر، واملأوا محاضن العلم بالمزيد من المعارف والعلوم، واصنعوا في أبنائنا علما ووجدانا ينير طريقهم ليسهم ذلك في دفع مجتمعهم في مسار التقدم والارتقاء.
ها هم أبناؤك يا صاحب السمو يصعدون إلى منصة التكريم، منتظرين هذه اللحظة كثيرا وكثيرا ليروا سموكم وأنت تحضر هذه الاحتفالية، فتزدهي هذه الوجوه ويزدهي هذا المكان بحضور سموكم. هؤلاء المعلمين والمعلمات الذين انتظروا كثيرا لكي يحصلوا على هذا التكريم من سموكم، وأي تكريم بأن تحضر وأن ترى المعلمين والمعلمات وهم تميزوا وأبدعوا في مجال عملهم ومجالات التعليم التي طورت وأنشأت الكثير الكثير من العقول التي تبني الكويت، كويتنا الغالية التي تستحق منا العطاء والتقدير. يتشرف الآن معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ووكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الأستاذ فيصل عبد الله المقصيد بدعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لأخذ صورة تذكارية مع أبنائه المكرمين والمكرمات. وبهذه المناسبة يتشرف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ووكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري والوكيل المساعد للأنشطة والتنمية التربوية الأستاذ فيصل المقصيد بتقديم هدية تذكارية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من تصميم الفنان التشكيل الكويتي إبراهيم حبيب. شكر الله. والهدية عبارة عن قاعدة برونزية مذهبة تحمل نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لحضرة صاحب السمو، والكرة الأرضية تضم بداخلها منحوتة لصاحب السمو، وهي ترمز إلى دور الكويت الكبير في كل المحافل. فالكويت الصغيرة بحجمها جغرافياً كبيرة بدورها الإنساني العظيم في شتى المحافل. جهود أهل الكويت أصبحت الكويت كبيرة رغم الصغر مساحة الجغرافية. الله يسلمك. والآن يتفضل السادة الوكلاء المساعدون للصعود على المنصة للسلام على حضرة صاحب السمو وأخذ صورة تذكارية مع سموه حفظه الله. الأستاذة فاطمة أحمد الكندري الوكيل المساعد للتعليم العام، الدكتور عبد المحسن هادي الحويلة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، الأستاذ يوسف علي النجار الوكيل المساعد للشؤون المالية، الأستاذ فهد عبد الرحمن الغيص الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري، الأستاذ بدر بجاد المطيري الوكيل المساعد للشؤون القانونية، والدكتور خالد عبد الله الرشيد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط.
ويتفضل السادة مديرو المناطق التعليمية للصعود على المنصة للسلام على حضرة صاحب السمو وأخذ صورة تذكارية معه حفظه الله ورعاه. الأستاذ وليد العومي مدير منطقة الأحمدي التعليمية، الأستاذ وليد بن غيث مدير منطقة الجهراء التعليمية، الأستاذ منصور الضفيري مدير منطقة حولي التعليمية، الأستاذة بدرية الخالدي مدير منطقة العاصمة التعليمية، الأستاذ جاسم محمد مدير منطقة الفروانية التعليمية، الأستاذ منصور الديحاني مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية، الأستاذ أنور العبد الغفور مدير إدارة التعليم الديني، الأستاذ عبد العزيز الكندري مدير إدارة التعليم الخاص بالإنابة، دكتور سلمان اللافي مدير إدارة مدارس التربية الخاصة. شكراً شكراً يا صاحب السمو، شكراً لحضوركم وتشريفكم لنا في يوم المعلم، شكراً